كابتن شريف، خليني ابدا مع حضرتك. ايه المطلوب من النادي الاهلي في المرحله المقبله استعدادات للموسم الجديد؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا كابتن انا اسف، سؤالنا يا جماعه احنا حطيناه على الصفحه لكل جمهور النادي الاهلي، من فضلكم ابعتوا لنا اسماء او اللي حضراتكم عايزينه علشان نقدر نتكلم ونتناقش مع الكابتن. اتفضل يا كابتن. هي بص كابتن اسلام، كلنا عارفين ان القاعده الاساسيه خصوصا الانديه الكبيره يعني اللي هي بتلعب على بطولات وجماهيرها وعندها شعبيه كبيره جدا، هي القاعده الاساسيه بتاعتهم اللاعبين. احنا كل سنه او كل ميركاتو صيفي شتوي بنحط كل الشغل المؤسسه كله على استقدام لعيبه طليق بتيشيرت الاحمر، وخلينا نتكلم عن نفسنا بس يعني. بالظبط. ففي المرحله اللي فاتت والثلاث سنين اللي فاتوا والضغوط اللي احنا كنا فيها والاصابات والتلاحم بتاع البطولات الافريقيه في بعض وكلام ده والانجازات اللي انت عملتها وكل ده، خلاص صفت الحكايه منك انك انت بقيت محتاج اكتر من لاعب في تجديد لحاله ريفريشنج للفرق كلها بتحصل، انما انت بالنسبه لك بقيت محتاج لاعبين دوليين. يعني لو كانوا جايين من بره او خارجيين ده لازم يبقى لعيب دولي. ان هو زي ما بتمشي بنون مثلا، او خلاص بنون حظه كان لغايه هنا وقف ستوب، احنا لازم يكون برضو ما يماثل لعيب زي بنون بسمعته. صح، بسمعته بشكل بالنسبه للاعبين الاجانب يعني. الاجانب اللي هيجوا مثلا، ما انت محتاج ثلاثة اربعة اجانب بيخلوك 100 100، خدت بالك ما تفكرش في حاجه ثانيه. انما باختيارات على ما اعتقد يعني احنا عندنا ثلاثه كده كده، بيرسيتاو اليو ديانج علي معلول، فليك حق اثنين. ما يخص اثنين وثلاثه ناشئين، ما يخص اللي موجودين، دي مش بتاعتي انا، دي بتاعت الراجل اللي هيجي كمان يشوف يكرر الحكايه. ايوه. عنده ميركاتو دلوقتي وعنده طبعا الناس شغاله دلوقتي على كل على قدم وساق ان هم بيجمعوا احسن ممكن موجودين اللي يقدروا يكونوا بيعرفوا يلعبوا تحت الضغوط. نعم. تحت ضغوط الفوز في كل مباراه. أوكي. مش هطلع تعادل، انا بالنسبه لي مش فارقه. لا، اللاعب اللي بيجي النادي الاهلي كنا بنتكلم انا وانت وعادل، التكامل بتاع الفرقه كلها بالعناصر اللي موجوده جوه التيم هي دي اللي بتساعد بعض. اوكي. بلس على الناس اللي موجوده واللي راجعه من المستشفى اللي هي كانت موجوده عندك. ولما شفنا التجربه الجميله اللي انا شفتها الحقيقه بتاعت الناشئين، يعني لازم نشكر ان التجربه دي برضو هتفرغ لنا ناس كتير قوي. نعم. يعلم عادل عبد الرحمن اسماء معينه اشتغلت معاه كمان واكتر مني، وانا بالنسبه لي ان انا براقب في السن اللي هو 2003 2005 2006 فعارفين برضو اللعيبه احنا منهم، وكنا بنرشح اذا كان محمد اشرف ونصير وميدو وكل اللعيبه اللي طلعت وفخري والناس دي وزياد واحمد سيد، يعني كل اللعيبه دي خدت فرصه كبيره قوي انها تعرف الناس على امكانياتها وتعرف الجهاز الفني كمان. فاعتقد ان الحكايه كلها دلوقتي واضحه. يعني مفيش حاجه غريبه جدا عن اي حد انه يقول لك فلان ده موجود او فلان ده مش موجود، او احنا بنفكر في تدعيمات في كل مكان احنا عايزينه. فهي القاعده الاساسيه بالنسبه لنا ان المؤسسه كلها بتشتغل على ان يكون في لعيبه تقدر تواكب ايوه ما يواكبه النادي الاهلي من بطولات افريقيه ومحليه. وده اللي انا بشوفه يعني.